حديث البلد مع كريستينا كرم، سارة صليبي، كريستيل صفين، وأنجي سابا. حديث البلد سبيتشلس مثل ايه فور كاتس وفور دوجز. انا بعد ما ناس وقف زقيف بعد ما زقيف وقف. في حدا مخطوب وعرسه بعد يومين. لا بلشنا واحد مخطوب وواحد مجوز. مالي ما جاد مجوز منيح قلتي لي اسمه كنا ثلاثة بثلاثة بس احلى شيء من الاصفر. كريستينا، سارة، كريستيل وأنجي، أنتم من ضمن مقدمي برنامج هاشتاغ الـ14 على شاشة الام تي في، واللي بيقدم فقرات منوعة بتعتمد بغالبيتها على أخبار السوشيال ميديا وأحياناً التلفزيون. وكنا بحلقة سابقة صدفنا 4 صبايا زملاء لكم، وقبلهم المقدم الأساسي للبروجرام فيليب يعقوب. أهلا وسهلا فيكم الليلة. كريستينا كرم عمرك 22 سنة، وانت حاصلة كريستينا متاخدة، ما حدا يطلع شمال ولا يمين ابدا. سوري يا شباب يعني. كريستينا عمرك 22 سنة، وانت حاصلة على شهادة انترناشونال بزنس من ال AU، واليوم انت مقدمة فقرة ترندز لخمس ايام بالاسبوع، وبتشمل كل شيء بيتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي والاخبار المنتشرة عبرها. وما عم تعملي شيء تاني بهالفترة، لأنك عم تحضري لعرسك اللي رح يكون بعد يومين، يعني بـ30 أيار، يعني ما بتلحقوا تعملوا شيء. يعني الجود انطبعت والعزيمة راحت وكل شيء. كريستينا، بس معقول التقيتي بجان رمنيا خطيبك سنة 2011 وضليتك تحكي على البي بي ام سنة كاملة قبل ما تلتقي فيه او تخليه يشوفك؟ التقيت فيه اول مرة، ايه، بس هي كانت يعني شفته اول مرة، بعدين هو عمل لي اد على البي بي ام ثاني يوم لانه رفيقي عرفنا عليه. فشفته قلت لرفيقي مش معقول شو حلو هالشاب، بليز عرفنا عليه. كمان حلو كنت بتطلع اولادهم بكره. نحجز الاولاد من هلا لنكست مستر لبنان مثلا. ثانك يو. فا ايه تعرفت عليه وحكينا شي سنه على البي بي ام، بس انا شخص كثير بياخذ وقتي تا اتعلق بحدا، تا اكون مأكده انه هالشخص اللي ما بحب ضيع وقت كثير، مع انه ما كان بدي شيء سيريس. فحكينا فترة سنة وهيك، آخر شيء قلت إنه كثير مهضوم هالشاب، خليني ليه ما بعطيه تشانس؟ فرحنا تعشينا، بقينا خمس ساعات بالمطعم، بعدين قلت مش معقول بحياتي ما قعدت مع حدا هالقد بمطعم، وحكينا وحكينا ما وقفنا، ومن وقتها وصلنا لهون. يعني قديش وجيت الونج، يعني قديش وجيت الونج وبتتسلوا مع بعضكم حتى تقدروا تقعدوا خمس ساعات؟ مش معقول عن جد. كريستينا، ماريو حب يهنيكي على طريقته من حديث البلد، شو محضر لليلة لكريستينا؟ يلا رح ايش ايش؟ يجي النهار اللي هو يضطر يلبس الطرحة. هيدا ماريو.
هيدا تحضير للباشلر بارتي تبعيتي، بس عم شوفه قولي كثير مهضوم البوكيه، بدي اعرف شو فيها. ايه على السهرة باي باي تلفزيون، بلشنا جلي في ليفه في ليفه عن جد كريستينا مثل القمر اسم الله، فيها ليفه فيها للغبره مجرود بعتقد. هلا بكل صراحه كمان شان شوفوا صبايا ملائكه، انا ما خصني بالتنظيف، فثانك يو على هيدا البوكي. هلا رح صير اتعلم كيف ثانك يو ماريو، شو هالجست الحلو هيدا والرفينه هيدا كثير حبيبي. عمرك 23 سنة وانت حاصلة على شهادة بالماركتينج من الايو بي بهاشتاج، بتقدمي فقرات باز وترافل، بالاضافة لانك بتشتغلي باحدى اشهر مؤسسات المشروبات الكحولية بالعالم واللي لها بتصدر عدة انواع من المشروبات، وعندك شركتك الخاصة للهوستسينج او الضيافة والاستقبال بالمناسبات. يعني اسم الله عليك اذا على 23 عاملة كل هيدا. ليش دايما فيليب بسميكي دكتور سارة؟ دكتور صليبي لأنه هلا بيعمل لك بيجينج، يعني بيعمل لك بيجينج أوقات دكتور صليبي، دكتور صليبي لأنه أنا بفكرة الهاشتاج باز كل شيء بحكي عن ساينس أكتر شيء، وكل شيء عم بصير جديد بعالم إذا بدك كل شيء دكتورز وكل شيء سيرجري وهيك، كل شيء مثلا إذا حتى في شيء جديد نازل مثلا اذا فاكسان جديد وهيك دائما انا بجيب الاخبار الجديده وبحكي عنهم. فمثل ما قلت لك سيت غنى ولا سيت فقر، يعني دكتور بلا ولا سنه دراسه بالبيولوجيا. بس عينك بتجيب الكلمات مظبوطين وبتستعمليهم بمكانهم. ايه بتمرن شوي كثير يعني بالسياره، بس هلا بطل فيها، صار في زبوطه يعني ما بقى فيها اقرا شيء بالسياره لانه ما بلحق يعني. فهيك وانا الوحيده بكون بالاستوديو يعني قاعده وعم جرب احفظ كلمات، اذا قلتيهم غلط في حدا وراك عم يسمع يعني ما فيك تغلبت بالكلمات السانتفيك بتكون اكيد يعني بدك اليوم بحرفيتهم. كريستال اصطفين عمرك 21 سنه وانت من مقدمي هاشتاج القليل اللي اختصاصهم قريب من شغلهم، لانك عم تستكملي دراستك الجامعيه بالراديو تي في بالال اي يو بجبال، واليوم بتقدمي فقره بيوتي من مرتين لثلاث مرات بالاسبوع بالاضافه لمشاركتك بفقرات ثانيه. اليوم شو النصيحه اللي هيك مثلا احسن نصيحه مرقت على بالك السنة أو مرقت عليك وبتعطيها للمرأة اللبنانية من خلال حديث البلد؟ هيدي السنة كان كتير دارج الميك أب الناتورال، فأكيد بدي أنصح المرأة اللبنانية إنه تفهم جمالها، لأنه كل مرأة إلها عندها جمالها الخاص فيها. فبس تفهم هي طبيعة جمالها بتصير تعرف أكثر تبرزه وأكثر تشتغل عليه. للأسف منا نحن صرنا هلا أكثر بعدنا عن عالم الجمال، صرنا بعالم التجميل. صح. فأكيد بدي أعطي نصيحة إنه ترجع كل مرة تحافظ على جمالها الطبيعي، على ستايلها، تكون هي ستايلها، يعني يكون حتى الميك اب تبعها يظهر شخصيتها. صحيح، اوقات كثير بنحب ميك اب على حدا وبنروح يعني مرقنا كلنا بمراحل انه بدي هيدا الميك اب شو حلو، وبعدين بتحطيه على حالك بتطلع كثير بشعه، لان كل ميك اب بيتناسب مع وجهه. وكمان بهاشتاج انا كثير بعطي نصائح، لانه كلنا يعني نحن ثمان بنات كل وحده عندها ستايل وكل وحده بتبقى لها شيء مختلف، يعني ولا حدا بيشبه الثاني. فبنبسط انا عم بعطيه نصائح لانه كل وحده بتستفيد من يعني من اقل شيء من شيء معين انا ممكن اعطيهم. انجي سابا شو عم تقرص تقرصيها للعروس؟ بتعطيهم على اجريهم بكره على اجريهم. انجي سابا عمرك 22 سنه وراح تخلصي قريبا ماجستير بالحقوق بالجامعه اللبنانيه، ورغم انه التقديم بعيد عن مجال دراستك قررت تخوضي التجربه، خاصه انك سبق ومثلتي وصورتي دعايات بهاشتاج، بتقدمي فقرتين هن ديد يو نو اللي بتعطي فيها معلومات واخبار جديده، وليتس زاب اللي بتحكي فيها عن التلفزيون وعن اكثر الفيديوهات انتشارا. اكيد فيديو فوزي ابو لوزي هلا الجديد هو مكسر المنتج دوكا كل منتج دوكا بدهم كلياته. برافو عليك منتج دوكا. انجي بتقولي انه التقديم اليوم هوايه وبتحبي يتحول لمهنه، مستعده تتركي الحقوق مشان التقديم؟ هلا هو انا مهنتي الاساسيه هو اكيد الدروا او الحقوق، وهوايه التلفزيون من انا وصغيره، بتمنى يجي نهار اقدر اجمع بين الاثنين
وما اقدر اتخلى عن وحده كرمال الثانيه. كتير بروجرامات بيتطلبوا ثقافه قانونيه، انه مينيموم من الثقافه القانونيه يمكن ساعتها بنشغل. بروجرام سياسي مثلا عنا نحن بالام تي في، بروجرام الحل عنا، او حتى 15-44، وكلهم بروجرامات فيهم قضايا بتطلبوا. بنت عمرها 20 سنه بتحب هدول البرامج. بتطلبوا مينيموم من الثقافه القانونيه انا برايي، يعني اكيد يعني بتكوني عم تستفيدي من الاثنين، ان شاء الله تقدري تمارسي الاثنين ان شاء الله سوا، هيك بتكوني حققتي حلمك على الجهتين. يعني الاربع صبايا مثقفين وزكايا ومعلمين عن جد we are proud of you. هذيك المرة كمان اجوا زملائه. نتمنى لكم ايام حلوة مثلكم، بتشبهكم، تحققوا فيها كل الامنيات اللي بدكم اياها. وبنختم حلقتنا مع اغنية بصوت ضيفنا مارك رعيدي، مثل ما قلت لك انت رح تكون مسك الختام، اونجورنو بيرنوي او اونجورني بورنو من روميو جولييت، وبعتقد بعد يومين رح تكون اونجورني بور توا اي بور تون ماري. الله يهنيكم. والمسرح رح يكون لك بعد ما ذكر بضيوفنا الليله. وهيك بتكون حلقتنا من حديث البلد لليله انتهت، وضيوفنا لليله كانوا ميشيل فرعون، ماريو باسيل، داليدا خليل، سامي نادر، جاد بوكرم وإلي اسكندر، باتريسيا حكيم، زينة فريم وأمين أبياخي، يحيى حسون، مارك رعيدي. أو أربعة من أحلى صبايا الام تي في: كريستال ستيفان، أنجي سابا، كريستينا كرم، وسارة صليبة. وأكيد صديقنا نعيم حلاوي. وهلا مثل ما وعدنا رح نختم السهرة بصوت مارك. تفضل مارك، المسرح لإلك. Senza limiti e fiorirà il giorno a noi negato, si svelerà l'amor celato ormai. Un giorno sarà si sfugge qui.